ما هو تفسير قوله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية، القرية أو المدينة أو حضارة من الحضارات يكون عندها حكم، وتكون إن شاء الله تبارك وتعالى تعيش وفق نظام، يأتيها ملك فيغزوها. إذن ما المقصود هنا من الملوك؟ الاستعمار. إن الملوك إذا دخلوا قرية، يعني كانت القرية مستقلة، فهاجمها جيش يحكمه قائد ملك فدخلها. إذا الاستعمار في كل وقت إذا دخلوا قرية أفسدوها، لأنهم يريدون استعباد أهل القرية، ولا يمكن استعباد أهل القرية لخدمة مصالح الغزاة إلا إذا غيروا دينهم وغيروا ثقافتهم وغيروا عاداتهم وغيروا أعرافهم حتى ينصهروا فيهم، إذ فهم يفسدون. وأنتم رأيتم أن الاستعمار أيما أرض دخل إليها إلا أفسدها وهلك الحرث والنسل. رأيتم كيف غيروا لساننا، فبدلنا نتحدث بالعربية لغة القرآن أصبحنا نتحدث بالفرنسية، وغيروا القوانين في الإدارة وفي كل مجال الاقتصاد السياسي كل شيء كل شيء، فأفسدوها. وإذا أفسدوها فإنهم إنما يقربون المفسدين فيجعلون أعزة أهل ما شكون من أعزة؟ الذين لا يرضون بالذل، لا يرضون بالاستعمار، الذين يقاومون، هؤلاء يحبسون، يسجنون، يقتلون، يذلون، يحاربون في أموالهم، في رواتبهم، في مساكنهم، في أموالهم، تصادر أموالهم، فيذلون الأعزة. يقول سيدي ربي سبحانه عز وجل: وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وهذا ديدنهم إلى يوم القيامة. الغزاة المستعمرين الذين يدخلون بغرض تملك هذه القرية هكذا يفعلون، يفسدون ثقافة أهلها ودين أهلها وأخلاق أهلها وترويضهم من أجل خدمة المستعمرين، ثم بعد ذلك حتى يتسنى لهم ذلك فهم يذلون أعزة أهلها، أي الذين يحاربونهم والذين يريدون أن يتشبثوا بهويتهم ودينهم، فيرفعون المنبهرين التابعين للمستعمر ويذلون من يريد أن يحاربهم. الله تعالى أعلم وأعلم.